أنا عملت إيه بس في دنيتي يا ربي عشان يحصل لي كل ده؟ إيه اللي أنا عملته؟ أنا نفسي أفهم إيه اللي جبرك على كل ده. ربنا يكفيكي شر إنك تبقي نايمة في سريرك مش مطمنة. شيل بقى. تعالي. خلاص أشيل الأطباق بقى يا مدام؟ أيوة شيليها وديها المطبخ بسرعة يا مومي. طيب حاضر. يلا. مومي؟ أنا أول مرة أشوفها. أيوة أنا جبتها إمبارح عشان تشيل من عن سهير شوية يا ابني. بقول لك يا مومي. نعم يا أستاذ. هو أنت اسمك ده اسم مركب زي أم كلثوم كده ولا أنت عندك بنت اسمها مي؟ عقبال ما جالك. لا عندي مي. طب أنا عايز بقى مي دي دلوقتي حالا، تقبي وتغطسي وتجيبي لي مي دي حالا. بس كده؟ يا بنتي يا مي. تعالي كلمي الأستاذ. تعالي. طيب يا بت. أنت مين وعايزة مني إيه؟ في إيه يا أستاذ؟ هي عارفة كويس. قولي يا بت. تحذير اللي بيجي لي منك ده بيجي لي ليه؟ انت مين وايه المصلحه اللي معاك انت؟ انت مين؟ انا مي محمد عبد السلام في ست ابتدائي. شهاده يعني؟ مش بقول لك مش سهله. ايه المصلحه اللي معاكي؟ عملت ايه بس؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تعالي يا بنتي. انا اسف. ما تخافيش يا حبيبتي، انا عمو جلال. ايه اللي قولي لي يا ام مي؟ ايه الحاجه اللي في مصلحه بنتي؟ بسرعه. نفسي انقلها من مدرستها. انقلها مدرسه احسن. نفسي اعلمها كويس. بنتك مش هتتنقل يا ام مي، وانا هشرف بنفسي ان البت دي ما تتنقلش. بنتك مش هتتعلم. قربي هنا تعالي. لا ايه اللي في مصلحتها تاني؟ قولي. هي حضرتك اصلها نظرها ضعيف، كان نفسي اعمل لها نظاره. نظرها ضعيف؟ بنتك مش هتشوف يا ام مي. ايه المصلحه تاني؟ لا قولي. لا لا خلاص يا وليه. قولي يا وليه. قولي، انا مش ناقص. والبيت بتاعنا حضرتك كان يعني صعب قوي، والميه بتقطع كده كل شويه وحاجه صعبه. اسمعي يا وليه، انت الحربايه الصغيره دي هقف لها زي اللقمه في الزور، هخلي حياتها جحيم لحد ما الكلمه تتبسم. اتفضلي. يلا يا بنتي. اتفضلي. ما صحيتش؟ انت ما صحيتش؟ قتلت براءة الطفله. انا قتلت البراءه. مي، انت شفت مي دي قبل كده؟ لا الحقيقه ما شفتهاش قبل كده، بس اسمع عنها كويس قوي انها اعلى ليفل في البيزنس، تعتبر ليفل الوحش. طب ودي يبقى التعامل معاها ازاي دي؟ التعامل معاها بادب بالغ وحذر شديد، عشان دي لو قفلت هتقفل علينا حنفيه، ممكن الحنفيه دي تنغنغنا مدى الحياه. مش كنا جبنا جلجل الزفت ده بالمره عشان نخلص؟ انت حمار يا ابني. جلجل ايه؟ احنا نخلص الديل بتاعنا براحتنا، ولما يقف على الامضه نجيبه هو بقى يمضي على النسب اللي احنا نعملها بمزاجنا. اهلا وسهلا يا فندم، احنا اتشرفنا. هو بس كان قصده حضرتك. لسه ما خدتش القهوه بتاعتي. قهوه حضرتك ايه؟ قهوتها بوش. خد القهوه بتاعتك.